مبدع وسعداء في مساحة الإبداع. اليوم يكون معنا الأستاذ عبد الحليم عبد الله، المخرج التلفزيوني والشاعر المعروف. مرحب بك وصباح الخير. مرحب بك، يديكم العافية، وتحية لمشاهدي قناة الشروق. مرحب بك، وأنا جزء منها إن شاء الله، وسعيد جدا أن أكون في هذه الإطلالة الصباحية الجميلة في هذا النادي الجميل، نادي النيل. شكرا للأخوة فيهم وكل الزملاء والزميلات، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف الظل عليكم يعني. أكيد خفيف، شكرا لك. وخلينا بداية نحيي المشاهدين بقصيدة للوطن. الغناوي الشايل شوق زولا بريد مكتوب لك، والخطاوي الماشي في كل الدروب لازم تجيك، وانت الدليل وانت المنار، والشمس عز النهار، والنجوم الضاوية ليل، والنسيم في الروض عليل، اسمك معاي في كل حين نغما جميل، وانت المعاني الأسمى والحب النبيل. يا وطن مكتوب أمانة في قلوبنا وفي دمانا، وعزتك بنموت عشانا، ونبقى سيف يدي الحريق، ونبقى نور يضوي الطريق للبصوم مجدك، بنصبح ديما في درب الرفيق، في دواخلك وفي مداخلك وفي جوارك، نحن ناسك وانتصارك، وللبدورك بمواقفك ايد بتشتي الاخضرار، وانت تاريخك بطولة وانتصار. وليك بغني، ليك بغني، وللبنيات والبشاشة، وللوليدات البكورك ويجروا في ريح الدعاشة، وللزهور اللي في رحابك تسمو بالندى والفراشة، وللقناديل والسنابل والحصاد الجانة فرحة، وللجروح مهضرة سمحة، شايلة لوزة وشايلة قمحة، وانت فيك آماننا تكبر، وديما بيك أصواتنا تجهر، وانت فيك آماننا تكبر، وديما بيك أصواتنا تجهر. تحية لك، والتحية لهذا الوطن ولهذا الجانب من الإبداع اللي يمكن يكون فيه ألوان مختلفة. نحن بنتحدث عن الأستاذ عبد الحليم، الشاعر والمخرج والمنتج لبرامج مختلفة، وخلينا نتكلم عن الخلطة دي للإبداع. بالتأكيد يعني دائما عندما تحدث عن الشاعر والمخرج بيبقى الخيال والامتداد لسعة الخيال والآفاق المفتوحة هي اللي بتخلق البصمة المختلفة، إذا كان للشاعر أو المخرج. خلينا نتكلم عن الجمع ده. الجمع بين الشعر والإخراج والرؤية هو يعني طبعا ما ممكن أقول يعني الشاعر ممكن تكون رؤيته أكبر، الخيال ده ما واسع، احيانا يعني يتمثل في لوحه فنيه، في لوحه تشكيليه، في ابداع قصه، في ابداع كتابه للاطفال للكبار من خلال الشعر. وفي مخرجين يعني خيالهم واسع، خيال حياة يعني نحن ذاتنا يعني يمكن نكون اتاثرنا بهم يعني على مستوى الاخراج في السودان وفي غيره. فبقول انه انا الموهبه الاولى بالنسبه لي طبعا قبل الاخراج كانت القصيده وكان الشعر، والبدايه دي كانت في مدني تحديدا، بحيي فيها الوالد ونغني مع عمي احمد بابكر ابنوه، ومسرحي وفنان، وانا عشت معه المرحله الدراسيه الثانويه، وفي وقتها انضميت لرابطة الجزيرة للآداب والفنون، فيها طبعا كبار الشعراء وكبار الأدباء، وأنا وقتها كنت في المرحلة الثانوية بنتنقل معهم للمحطات الشعرية في المدارس، في الكليات، في الجامعات، حتى جامعة الخرطوم جينا لها. صح. وزي ما ذكرت هي يعني مشاهدات مختلفة اللي خلقت الخيال اللي هو عنده كل هذا المنتج الإبداعي اللي احنا بنتكلم عنه اليوم. خلينا نبدأ بموضوع الإخراج ونرجع للشعر. مجموعة من البرامج اللي يعني كان عندها بصمتها وانت كنت مخرج لها، فخلينا بداية نتحدث عن سير وتاريخ، يمكن يعني من البصمات لبروفيسور عبد الله الطيب اللي كان كل الناس وحتى الان بيستسقوا منها المعلومات. نعم، سبحان الله. يعني يمكن الضيفه قبل كانت تتكلم عن البروفيسور الراحل المقيم عبد الله الطيب، ونحن لو عملنا مسلسل، نحن دايرين نمجد بصراحه مبدعين، يعني لو عملنا مسلسل زي ما عملوا المصريين للامام الشعراوي، ها
مسلسل كامل. فنحن والله البروفيسور الراحل عبد الله الدكتور عبد الله الطيب والله امانه وفيه حقه، حتى لو عملنا مش افلام وثائقيه يحتاج كثير صح وحياه عامره. كنت سعيد جدا جدا في انه من البرامج اللي اخرجتها في التلفزيون القومي كان سير واخبار للبروفيسور الراحل المقيم عبد الله الطيب. وبدايه التعامل مع طبعا يعني كل زول بيتعامل بيكون حذر في المفردات وفي الكلمات وممكن يوقفك في حاجه، ف بتعمل الديكور الراحل جريزيلدا قالوا كانت بتعمل الديكور هي اللي بتعمل الديكور. فمن اوائل الحلقات حركت زهريه كده عشان تقعد في حته كده انا عايزها كده، فقال لي لا تحرك شيء انده الى جريزيلدا باعتبار انها هي صاحبة الديكور تخصص. فقلت يا جريزيلدا، لا تقل يا جريزيلدا، قل يا سيد جريزيلدا. يا سلام، ده يوري الاخلاق مدى التعامل والاخلاق والارتباط والاحترام القدر معاه يعني. فكان يعني ثنائي قدم للسودان عظيم جدا جدا في محطات كثيره في سير واخبار وغيره من البرامج الاذاعيه وتفسير القران الكريم في محطه في الاذاعه السودانيه يعني الى الان نحن نعتز به. وابتكر انه يعني واحده من الحاجات اللي فكرت فيها انها تتحول لرؤيه اخراجيه تلفزيونيه تفسير الدكتور عبد الله الطيب للقران الكريم، لانه من اعظم التفاسير. والى الان يعني مستمر هذا البرنامج، ففكرت في رؤيه اخراجيه من خلال المناظر الطبيعيه من خلال كده يعني الايات ذاتها يعني معاني ودلالات في الطبيعه والخلق في كل شيء، وما فرطنا في كتابي من شيء. والله انا حريص انه اعمل حاجتين. هو جمال مختلف يعني تفسير بروف عبد الله الطيب في انه ارتباط للتفسير القران بالادب وغيره. خلينا كمان من البصمات اللي لازم نتحدث عنها يعني اسماء في حياتنا، واسماء في حياتنا هو طريق للتوثيق، فارتباطك بالبرنامج وارتباطك بالتوثيق عموما. اسماء في حياتنا، اول حاجه بحيي الدكتور عمر الجزلي بنحييه جميعا، هو في القاهره في العلاج، ربنا كمان ان شاء الله يمتع بالصحه والعافيه ويعود لنا سالم يعني. والله يعني عمر الدكتور عمر الجزلي وثق لكل اهل السودان تقريبا من المبدعين من الفنانين من العلماء من الشعراء ومن كل رموز المجتمع الكبيره، وثق لها توثيق كبير وعنده قدره على 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 على, على, على الاستمرار في الشخصيه، ما بخلي لها اي حاجه من ما اتولدت نشأت تفاصيل دقيقه تفاصيل دقيقه جدا جدا. اذكر انا سافرت معه كان لمصر وعملنا مجموعه حلقات، كان من ضمن الحلقات مع صوفي ابو طالب اللي هو كان رائد مجلس الشعب، ف يعني اجبرني على انه اربع حلقات، قال لي ثاني ما بنقدر نجي اربع حلقات، زمن الحلقه ساعه كامله ساعه كامله اربع حلقات، ما كان في بيناتها الا بريك بسيط ممكن يكون خمسة دقائق. فصوفي ابو طالب لما انتهى الحوار قال له انت لك مقدره كبيره جدا على الحوار، واجبرتني انه اطلع اي حاجه. أنا ما حصل إعلامي عمل معي حوار استطعت أن أقعد أربع ساعات. أنت عندك قدرة كبيرة جدا على مهتم ببرنامجك، فبحقيقة قال لي صح وحقيقة يعني هذه الطريقة للاحترام والهدوء والمعلومات والبحث وغيره. صح أيضا صور شعبية يعني هو واحد من البرامج تحدثنا عنها قبل قليل اللي هي وثقت للموروث الثقافي والبيئات السودانية، ودي من البرامج لابد أن يكون لها امتداد في الحاضر يعني. نعم صور شعبية هي يعني الباحث المهتم جدا بالتراث رحمه الله والبحث ذاته في التراث طبعا يعني للاعلام يعني حاجه مهمه انه يوجدوا باحثين في التراث عشان ما يقدموا الماده الاعلاميه. التراث ده يعني بيمثل الموروث الثقافي للسودان كله. فطيب محمد طيب يعني رحمه الله يعني ايضا من الناس المجتهدين جدا في البحث عن التراث في كل موقع. طبعا بعدين كان يعني عنده قدره برضه على يطلع المعلومه. بعدين لما نجي يوثق لاي قبيله ولا لاي جنس فبيقول له انت مبدع، انت
سيد البلد طوالي بيحرقوا بيقول كل حاجة عنده الموروث من الحياة الطريفة جدا. اشتغلت معه حظة كان في الدبيبة معروفة شرق النيل. عن الدبيبة دي أول ما جينا قبل بدأ الحلقة قال نحن الآن في الدبيبة وشاهد إن يا جماعة الدبيبة دي موطن الإبداع والفنانين. خلف الله حمد ثنائي الدبيبة أحمد المصطفى سيد خليفة والشاهد إنه ناس الدبيبة ذاتهم بيتفاعلوا مع الغنى ده ما ساكت كان كشكشة ورقة الواحد يشيل العكاز يعرض فعنده قدرة على إنه يطلع برضه الأخطاء مجموعة من البرامج اللي كان عندك فيها بصمات إخراجية نحن عشان الزمن ما ياخذنا عندنا جوانب مختلفة عايزين نتحدث عنها الجانب الآخر يمكن هو حديث الشعر وبديت مراحل مختلفة وكتبت في جوانب مختلفة إذا كان للعاطفة أو المديح أو للوطن أو غيره خلينا نتكلم عن التجربة الشعرية. طيب التجربة الشعرية 4 محطات المحطة الأولى الأغنية العاطفية المحطة الثانية الأغنية الوطنية المحطة الثالثة الكتابة للأطفال والمحطة الرابعة الأخيرة المديح النبوي وده طبعا ده أنا في كل وقت بقول المديح النبوي ده الفضل فيه برجع لأستاذي وشيخي الشيخ الجليل الشيخ عبد الباقي المكاشفي طيب الله صرات طريق الغادرية المكاشفية وبعد الغناء يعني لو تكلم لك عن الغناء طبعا تواهنا تجربة معروفة وانا السودان جمال إشراق وعيدية بعد فرقة عذاب طول عصام محمد نور تنوح الساقي أحمد شاويش دي كانت تجربة مسلسل البيت الكبير اللي هي كتابة للمشاعر وشعارات المسلسلات وأنا كنت مساعد مخرج في نفس الوقت للمسلسل المديح النبوي عندي فرقة كاملة اسمها التغوة أسستها وقدمت يعني في كل الإذاعات بتغني من أشعارك بتغني من أشعارك أنا بتمدح من أشعاري دي فرقة التغوة سامي أحمد حسين والمجموعة وبحييهم وعصام محمد نور برضه غنى لي ومدح لي في صلى على رسول الله خير لمدح الدين ما بينهم حلي ومدح لي أيضا ناجيت الإله الواحد السيد وخرج الكون جميعا كل بإيده ندعوه البديع بسم الله طمهيده بآي الكريم ازددت توحيده وفي محطة للأطفال أنا هسه الآن شغال في مسلسل مهم بداية يعني تحدث عن ارتباطك بالأطفال والكتابة للأطفال يعني شنو أستاذ عبد الحليم الرابط بينه وبين الأطفال ومن زمان أنا مما لقيتك وإنت بتتكلم عن يعني العمل للأطفال طيب الأطفال ده أول حاجة بالنسبة لي في التلفزيون القومي طبعا كنت مخرج جنة الأطفال 4 سنوات لما كانت ماما إيناس طفلة الأطفال وتقدم الصورة لأصدقاء وبحيها جدا جدا وبعد ذلك بعد 4 سنوات يعني مخرج للأطفال وطالع الشجرة وعدد من البرامج ارتباطي بالأطفال أصلا أنا في البداية كنت معلم يعني انا بعد تخرجت في معهد عالم سينما المسرح شيء طوالي درست في كليه معلمات مدني التدريس ده خلاني انا مادتي اسمها ماده التربيه الفنيه بدرب الخريجات كمعلمات على المسرح وانا افتكر انه المدارس ما تكون جافه لا بد من هو المعلم زمان كده يعني بيهتم بتربيه الفرد وتربيه المجتمع وارث القيم في الطلاب وغيره ده المعلم اللي بنعرفه قديما فمن ضمن الحياة بكتب يعني بعض المسرحيات وبيأدوها الطالبات وبتخرجوا بها وبتنافسوا بها حتى في الداخليات فده خلاني ارتبط اكثر بالاطفال والان يعني انا في ان شاء الله بصدد اخراج بصدد تاليف او عملت تاليف سيناريو واشعار لفوازير رمضان هات يا شاطر فيك الخير على طول رمضان حل الفوازير هتعرف فيها مهن ومهارة كلنا نعمل تقصير وحاول فكر في المستقبل من حتكون في خط السير حاول فكر وكون الفايز عندنا لك يا غالي جوائز حد نشوف الحلقة الجاية نجي نلقاك قبل ما تجهز احنا يعني حننتظر كلنا فوازير رمضان بالتأكيد وحنتابع لا نسيت حاجة مهمة جدا تفضل الاستعراض لفوازير رمضان الأستاذ الدولة خويا دي
هم زهرات توت اللي مثلوا السودان خارج السودان لعدد كبير جدا من الدول العربية وفازوا بجوائز كبيرة عظيمة للاستعراض زهرات توت. بحييهم وبحيي المخرج المسرحي الحاج علي اللي هو حيقوم بتصميم الرقصات. ده واحد من البرامج اللي حتكون موجودة أصلا من خلال شهر رمضان في قناة الشروق، وحننتظر بالتأكيد هذا المنتج. شكرا جزيلا أستاذ عبد الحليم عبد الله المخرج التلفزيوني والشاعر، كان حضور اليوم في حديث عن الإبداع والمبدعين في صباح الشروق، ومعه نختتم صباح الشروق لليوم الذي نتمنى دائما أن يكون بداية موفقة ليوم موفق وأسبوع موفق للجميع. هذه تحياتي وفريق العمل، في أمان الله. شكرا جزيلا.